بعد أن شرحنا بالفيديوهات السابقة مانعات الانفجار البوابية ومانعات الانفجار الحلقية الأنيولار، اليوم راح نحكي عن منظومة السيطرة عليها أو الكوميليتر الكونترول سيستم المسيطر عليها. الكومي المختصر اللي هو طبعا الاسم الشائع بالمواقع يسمونه الكومي، الكوميليتر هو عبارة عن منظومة هيدروليكية تعطينا الضغط الهيدروليكي الكافي اللي من خلاله نشغل مانعات الانفجار البوابية أو الحلقية. طبعا انتم تعرفون انه هذه مانعات الانفجار تكون مرتبطة بالكوميليتر عن طريق هذه الخطوط، هاي اللاينات هناك بالمواقع، مو شرط تكون لاينات يعني انابيب، ممكن انه تكون هوز، لكنه هوز بضغط عالي يتحمل ضغوطات عالية. عرفون هذا الكوميليتر ممكن انه يوصل ضغطه الى 3000 4000 حسب الجهاز والقدرة اللي يعني قدرة الضغط مالته. اجزاء هذا الجهاز اولا يتكون من خزان، الخزان الاساسي هذا مثل ما تشوفون هذا الخزان الاساسي اللي يكون به الهيدروليك. ثانيا المضخات، عندنا نوعين من المضخات، مضخة كهربائية هذه تشتغل بواسطة الكهرباء، وهذه المضخات الهوائية. ليش مضخات اثنين؟ مثل ما قلنا انه ليش عندنا مانعات انفجار اثنين، احنا نشتغل في ظروف نتعرض لا سامح الله الى في حالة وجود الرفسة، ما نعرف ممكن انه يصير عندنا فد عطل مفاجئ بالمضخة الكهربائية، ممكن يصير عندنا عطل بالمضخة الهوائية، فلازم عندنا مضخة ثانية تعوض عنها في حال وجود اي خطأ او عطل لا سامح الله. اذا لازم يكون عندنا ضغط موجود بالكوميليتر. شلون نحصل على هذا الضغط؟ من خلال وجود المضخة الكهربائية والمضخة الهوائية. هاي المضخات شنو الفائدة منها؟ هاي المضخات الغاية الأساسية من وجودها أنه تسحب الهيدروليك من الخزان عن طريق هذا اللاين، شوف تسحب هذا الهيدروليك عن طريق هذا اللاين، هذه المضخة، هذا نفس شغلة البم الاعتيادي، نفس أي مضخة عادية موجودة، تسحب الهيدروليك من الخزان وتضخه إلى تحت المراكمات أو الإبطالة. الهيدروليك راح يجي يدخل تحت الابطالة، هذه الابطالة شبيهة، هذه الابطالة موجود في داخلها تشوب، هذا التشوب متروس او مضغوط بغاز النيتروجين. طبعا ليش غاز النيتروجين؟ لان غاز النيتروجين غاز خامل قابل للانضغاط غير قابل للانفجار، ما يتفاعل ويا المواد، فلهذا يستخدم غاز النيتروجين. الابطالة بصورة عامة تكون، خلينا نشوفكم هذا فتشي، يعني هو مشبه خلينا نقول للبطل اللي موجود. شوف هذا هسه من راح يجي يدخل الهيدروليك هنا ينسفع هذا التوب، هذا التوب مضغوط بنيتروجين ألف بي اس اي زائد ناقص 100، يعني احتمال 1100 او 900 لكنه ألف بالستندر، هذا يجي مضغوط بألف نيتروجين. فمن يجي الهيدروليك يكون هنا قد ما يصعد الهيدروليك اكثر راح يكون تحت ضغط اعلى. فمجرد انه تعطي اوردر من خلال مفاتيح الفور واي ثري بوزيشن، هاي المفاتيح اللي موجوده امامكم، هذه المفاتيح ننطي اوردر انه اوبن لمانعات الانفجار او كلوز، فراح تشوف راسا الهيدروليك يلقى له منفذ للخروج وبسبب الضغط اللي متولد عليه من خلال غاز النيتروجين بسرعه يرجع يخرج ويروح الى مانعات الانفجار. هذه كل الفكره اللي موجوده بالكوميليتر، يعني فكرته انه ضاغطه ضغطات اثنين عندنا هوائيه وكهربائيه، تاخذ الهيدروليك من الخزان تضغطه تحت الغاز اللي موجود بالتشوب اللي موجود بالبطاله. هذه عدد الابطال ايش قد؟